السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في مطبخ سهيله. اليوم ان شاء الله غنحضر لكم واحد العصير اللي غني بالفيتامينات بزاف وصحي. يعني كنحتاج انا واحد زلافه صغيره ديال الشوفان، ما يعادل الكاس صغير ديال الشوفان اولا كاس ديال المهم زلافه صغيره. هانتوما كتشوفوا زلافه صغيره ديال الشوفان مع يطرو ديال الحليب ومع التمر. هنايا قد ما كثرتو التمر ونقي غسلته ونقيته ودخلته الكونجيلاتور يجمد كل ما مزيان. غنشدو واحد هانتوما غنديرو فيه داك الشوفان ديالنا، وغنزيدو داك التمر، غنطحنو كلشي. دابا من بعد اخواتي كنحصلو هاد العصير، هذا كيجي غزال رائع فيه المنافع بزاف، وكتقدموه في اثناء الافطار وبصحة وراحة.